أنك تهول الأمر يا إكسانتوس كما تفعل دائما، فإنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها خزينتنا للعجز. ولكن المرة الأولى التي يكون فيها العجز قاسياً. إلى ما تلمح يا إكسانتوس؟ إلى فرض ضرائب جديدة على الناس؟ ليس على ناسنا يا كاسيوس، بل على القبائل العربية، فهي التي تملك أن تسد عجزنا. ولكننا أرهقنا تلك القبائل بالضرائب أو الإتاوات كما يسمونها. أنا أتحدث عن القبائل التي لم تعد تستجب لمطالبنا، وهي أغنى القبائل وأكثرها خطرا علينا، لأنهم يحتمون بصقر يقوون به. أجل، فهم لا يعلمون أنه ميت أو في طريقه إلى الموت. عندما يصلهم خبر موته فسيخرون صاغرين لكل ما نأمر به. ماذا لو أن مازن لم يدس له السم؟ ماذا لو أنه غير رأيه في اللحظة الأخيرة أو كشف أمره؟ طالما أنكم ذكرتم صقر فلدي ما أقوله بخصوصه. ألم نكن على وشك التحالف معه لولا كذبه بشأن مهاجمته لقبيلة العيسوي وإبادتها؟ ولكن ماذا لو أنه كان مضطرا للكذب؟ ماذا لو أن الفرصة لم تسنح له لمهاجمة القبيلة فآثر الكذب خوفا من مغبة لومنا أو غضبنا عليه؟ إن كان الأمر كذلك فهذا يعني أنه ليس هناك سوء نية من قبله، وإنما الخوف من دفعه ليكون كاذبا. وصل آخر رسولنا يا صقر، آخر رسول ترجل عن جواده قبل لحظات. بشر، 5 من القبائل لبت نداءك يا صقر وأرسلت جيوشها. 5؟ وبجيشنا نصبح 6. ومتى سيكون وصولهم؟ قبل أن تغيب شمس الغد ستكون جميع الجيوش هنا. ألا تظن أن الأمر يستحق احتفالاً؟ 5 من القبائل وتريد أن نقيم احتفالا؟ 5 من القبائل عندما تدرك خطر الروم، هذا أمر يدعو للغبطة والاحتفال، والاحتفال كما تعلم يقوي من عزيمتنا. كم كنت أتمنى أن تدرك القبائل كلها أهمية هذه المعركة يا طقام. ولماذا في هذا الوقت بالذات يا درغام؟ أجبني، إنها الرغبة في الخلاص. تفضل يا سيدي، تفضل. درغام، هذا الحليب مائع كالماء يا مازن. ربما لأن الشاة تشرب كثيرا بسبب حرارة الطقس. ومتى كان الماء الذي تشربه الشاة يؤثر على دسم حليبها؟ اجلس.
تذوق الحليب يا مازن لنرى أن كان يحمل نفس المذاق الذي نعرف. أنا لا أحب الحليب يا سيدي. ولكن كوبا منه لن يقتلك. إن فعلت تقيأت وأفرغت كل ما في جوفي يا سيدي. ومع ذلك لن يقتلك. هيا واشربه دفعة واحدة. أعذرني يا سيدي ولكني لا أستطيع. ما قولك يا درغام؟ الخادم مطيع لسيده حتى لو كان الموت في إطاعته. اشرب الحليب وإلا أدخلته في جوفك عنوة. هيا. لن أفعل يا سيدي. لأنك وضعت السم داخله؟ ماذا؟ لما أضع السم لك يا سيدي؟ لأنها رغبة حاكم الروم، الحاكم الذي كنت تعمل عنده، الحاكم الذي قدمك لي هدية في آخر زيارة له. ماذا تقول يا سيدي؟ قل لي أهو سم زعاف؟ ألهذا أصبح الحليب الدسم مائعاً؟ أنت تظلمني يا سيدي. هيا يا مازن وأثبت أنك الخادم المطيع الوفي. إن كان حليبا خالصا أعتقدك ومعك جواد عربي وناقة وخير كثير. هو وعد عربي لعربي. ما رأيك؟ حسن يا سيدي، سأشرب الكوبين معا لأثبت لك أنني الخادم الوفي الأمين. اشرب الحليب وستكون من الأحرار الأثرياء. اشرب. شرغام. إلى أين يا رب؟ أرجوك اطلقني يا حريب ولك ما تريد. شككت بأمرك في لحظات صمتك يا مازن. كنت كلما نظرت إليك رأيتك ذاهلا عنا تتخبط بما يدور في داخلك. أهو التردد في قتلي؟ ربما هو التردد والخوف، وإلا كنت ميتا منذ زمن. أهو حاكم الروم من دفعك لتدس السم لي يا مازن؟ هل تشرب الحليب أم تبدأ الحديث؟ كانت رغبة الحاكم يا سيدي. لقد قابلنا الحاكم بكل الود والاحترام حتى خروجنا من قصره، فلماذا يريد قتلنا؟ لأن سيدي صقر كذب عليه بشأن القضاء على قبيلة العيسوي وقتله لسادتها الأبجر والأيهم. وكيف اكتشف حيلتي؟ كان الحاكم قد أرسل بعض عيونه ليتأكدوا من أنك ستنفذ أوامره، فعادوا إليه وأنت في ضيافته ليخبروه أن قبيلة العيسوي ما زالت على حالها، لم يمسها ضر. لهذا قدمك لي هدية؟ لأقتلك هنا بين أهلك فلا يكون الرومان مسؤولين عن قتلك. لماذا دعاه لزيارته مرة ثانية؟ لماذا أصر على أن يعود إليه ثانية خلال فترة قصيرة؟ دعاني وهو يعلم تماماً أني لن ألبي دعوته، فمن يموت بالسم لا يستطيع العودة إليه. ولكنني أقسم يا سيدي بأنني لم أكن عازماً على قتلك، وإن كنت قد تجرأت هذا اليوم على وضع السم في الحليب فلخشيتي مما قد يفعله الحاكم بي إن لم أنفذ أوامره. تخشاه وهو هناك وأنت هنا؟ لقد توعد بأنه سيرسل من يقتلني إن أنا تخاذلت. اللعنة، إن دخلنا محميتهم هكذا كما هي خطتنا فسيعمد إلى قتلنا مباشرة. لا شك أنه سيفعل يا سيدي. خذوه. والآن ماذا سنفعل يا صقر؟ سأكمل ما بدأناه.
صقر عربي، قلائلهم العرب الذين يخونون أهلهم وعشيرتهم. وإذا أضفنا أن صقرا يعتبر بين القبائل البطل المخلص، فكيف له أن يخون من جعلوه أملهم المطلق؟ سيخون لسببين اثنين. الأول أنه يريد أن يثرى ويبسط نفوذه على حسابنا أو تحت رايتنا، والثاني لأنه يعرف جيدا أنه ليس أهلا لمواجهة إمبراطورية روما بحفنة مقاتليه الملثمين. أجل، أتمنى أن يكون ما يقوله سيدرو صحيحا. أتمنى أن يكون صقر حليفا حقيقيا لنا إن لم يكن قد مات بعد أن كشر عن أنيابه. سنقتلعها إن كشر عنها، لكنك لن تنكر أن ابن آوى لم يعد ذلك الساعد القوي الذي كنا نضرب به. ومنذ قويت شوكة صقر ضعفت شوكة ابن آوى. ضعفت شوكة ابن آوى لأننا تخلينا عنه، لم نعد نمده بالمال والعتاد والمقاتلين كما كنا نفعل. عندما هزمه صقر شر هزيمة كان مدعوما من قبلنا يا كايوس. فإن خسر معركة هل نتركه لقمة سائغة للعرب؟ حتى أنت يا إكسانتوس. كايوس على حق أيها الحاكم، فابن آوى هو خير حليف لنا يمكن أن نعتمد عليه. على الأقل هو ليس عربيا، هو وعشيرته منبوذون من العرب، أفليس هو الأحق أن يكون عصانا التي نضرب بها؟ أما صقر وأمثال صقر فلا ندري متى ينقلبون علينا، ولو أخلص لنا طمعا في النفوذ كما قال سيدرو، لكنه سيبقى عربيا ونخوة العربي مشهود لها. على أي حال الأيام القادمة ستحمل لنا الكثير، فإن مات الصقر ستحمل لنا رياح الصحراء نبأ موته، وإن لم يمت فلن يعجز الحاكم عن التصرف. غريب أن تنتظر روما بأسرها موت عربي واحد. والأغرب أن يكون قائد جيوش روما العظيمة نافذ الصبر. اطمئن أيها الحاكم، صبر كايوس لا ينفذ بسهولة. أرجو ذلك. أظننا سنداهم محمية الروم، لن يجازف الصقر وقد افتضح أمره. وماذا عن الجيوش التي تحركت إلى وادي الخراب؟ هنا تكمن المعضلة يا حريب، ولا أدري كيف سيحلها صقر. حريب، أتوقع من صقر أن يخبرهم ليعودوا أدراجهم. هذا ما سيفعل. تعجبك سياسة الحاكم ونظرته للأمور يا إكسانتوس؟ تسألني؟ قد رددت عليه وحاججته؟ إذن فأنت ترى معي أن نظرته قاصرة، هو ومستشاره الذي يشاركه كل شيء ويوافق له على كل شيء. وشأن كاسيوس قريبه، وسيدرو شقيق زوجته، إنها العائلة الحاكمة يا كايوس. ألا ترى معي يا إكسانتوس أن بعد النظر هو ما يحتاجه الحاكم ليستمر في حكم شعبه؟ لنكن عديلين يا كايوس، حاكمنا لا ينقصه بعد النظر كما لا تنقصه قوة الشكيمة أيضا، لكنه معجب بصقر، والقوي
يعجب بالقوي مثله. إنها فلسفة ندية. وابن آوى لم يعد قويا، يجب أن نعترف بذلك. بيدنا أن نجعله قويا كما بيدنا أن نجعله ضعيفا. كان حمقا من ابن آوى أن وقع بين مخالب صقر. لو أراد أن يقتلنا لفعل ذلك في قصره يضرغام قبل أن نغادره، لكنه أذكى من أن يرتكب خطأ كهذا. دخولنا إلى محمية الروم هو انتحار يا صقر. في الصباح سنلتقي ببقية الجيوش. أرى أن تخبرهم بنفسك يا صقر عن تأجيل تنفيذ خطتك. لا يا ضرغام، لن أؤجل شيئا. هذه المرة الأولى التي تجتمع فيها جيوش القبائل على كلمة وموقف، لن أفوت فرصة تلاحم هذا. هل فهمت؟ لا ينتظرنا إلا الموت يا صقر. هذا إن بقيت على خطتي. ما زال لدي الوقت الكافي للتفكير بخطة بديلة. أنت لا تملك من الوقت إلا القليل يا صقر. اطمئن يا سيف، لن أزج بكم في حرب خاسرة. تعرف أننا معك حتى الموت يا صقر. أرجو أن تتركوني وحدي، فهناك ما يجب أن أفكر به. كل منا يمكن أن يباغت، وكما يقول العرب إكسانتوس، لكل جواد كبوة. كوة ابن آوى كانت قاتلة، لكنني واثق أنه سينهض. سينهض من جديد. لكي ينهض من جديد يا إكسانتوس، يجب أن يغير الحاكم موقفه تجاهه. الحاكم لا يفعل، كذلك كل أعضاء المجلس. نحن الأقوى في المجلس يا إكسانتوس. نحن نبذل ما في وسعنا. لا يكفي ما نبذله، لا تنسى أن ابن آوى منا ونحن منه. نحن رومانيا كايوس، وقلائل من يعرفون جذورنا. هل تراني أرفع صوتي لأسمع العالم كله يا إكسانتوس؟ إنما لأذكرك فقط، ليظل ابن آوى وعشيرته ماثلاً أمام عينيك. أخشى يدفعك حماسك لكشف هويتك وهويتي معك، فأنت تندفع أكثر مما ينبغي. لا الدماء يا إكسانتوس، الدماء لتبقى باردة يا كايوس، لتبقى باردة. وإلا عدنا كأجدادنا الذين عاشوا وهم يبحثون عن ملاذ من كل سيف ورمح. هل تظن أنني أحمق لأكشف سراً غائراً في الأعماق؟ أنا فقط أريدك يا إكسانتوس أن تكون معي لنصنع لهم تاريخاً جديداً. فغباء ابن آوى قد يهيل التراب على تاريخهم. فهمت؟ أجدت التعبير، أجدت التعبير يا كايوس، وأنا أرفع كأسي تعاضداً معك. وصل أول الجيوش يا صقر. المهم أن يصلوا جميعا.
بت أخشى التردد والتراجع. كأنك لم تسر برقصهن يا سيدي. علينا أن نرسل من يتقص لنا أحوال صقر. كأنك قلق يا سيدي. لأني أريد أن أحسم أمري، فلا يجب أن تبقى الخزينة كما هي عليه. ألم تسمع ما أثير في المجلس ليلة البارحة؟ نعم سمعت. أخشى أن يسربوا الخبر إلى روما، ولا أملك الرد المناسب للإمبراطور. أنت هنا صاحب القرار، الإمبراطور أعطاك تلك الصلاحية. أسعد الله أوقات سيدي. كيف حالك يا سيد روم؟ بخير، طالما أن سيدي بخير. اجلس وشاركنا الحديث. أهو حديث عن صقر؟
إذن فقد أصبت. هل تتمنى مثلي أن يكون صقر حياً ويقبل التعامل معنا؟ لا يا سيدي، أنا لم أشأ أن أعارضك الرأي أمام أعضاء المجلس، إلا أنهم على حق، صقر لا يمكن الوثوق به، وربما تكون قد أخطأت حين تركته وفرسانه يخرجون من هنا أحياء، فمازن عربي والعربي لا يقتل أخاه. تقول ذلك لأنك لا تعرف ماذا يصنع الذهب في النفوس الضعيفة، ومازن كان يلعق الأحذية طوال إقامته هنا في المحمية، ثم إنني هددته بالموت إن تقاعس أو جبن، فهل يرفض الذهب ويقبل الموت؟ أراهن أنه لم ينتظر موت صقر بالسم، أراهن أنه وضع خنجره في صدره وهو نائم. لو حدث ذلك لضجت الصحراء بالخبر يا سيدي. لهذا أنا نافذ الصبر. تريد أن تسمع نبأ موته أم تريد أن تراه قادما إليك ثانية؟ لا تثقل علي بخبثك يا سيدرو، فلن تشفع لك شقيقتك. أنا رهن أمرك يا زوج شقيقتي، وأنا أعتذر لثقل ظلي. اطمئن يا سيدرو، سواء أمات الصقر أم لم يمت، فلدى سيدي الخطة لمعالجة كلتي الحالتين. لا أشك في هذا، وهو الحاكم العظيم. في كل الأحوال لن يكون ابن آوى بديلا لصقر أو لسواه. ابن آوى سقط في اختبارنا، ويجب أن يعلم ذلك كايوس وإكسانتوس. وإكسوس رغم أنه لم يتكلم إلا أنه من أنصار ابن آوى. ما الذي يعجبهم في ابن آوى؟ إنه ولد مطيع ينفذ ما نأمر به دون نقاش، ألم يكن هذا ما يعجبك فيه؟ الطاعة العمياء قد تجلب لنا الدمار إن لم يحكمها العقل وحسن التصرف. ومتى كانت الطاعة العمياء تتفق مع العقل وحسن التصرف؟ ما هذا يا سيدرو؟ ما هذا؟ هل جئت لتحاججني؟ أنا آسف يا سيدي، أردت أن أدخل عليك قليلا من الفرح، إلا أني فعلت العكس على ما يبدو. آسف مرة أخرى يا سيدي. أعذر يا سيدي، فهو يخلط بين كونك الحاكم وبين كونك زوجا لشقيقته. سيدرو لا يقلقني يا جوفاني، ما يقلقني هو لهجة بعض أعضاء المجلس ونظراتهم عندما أكون في غفلة عنه. إلي يا قوم! ماذا هناك؟ رأيت عددا كبيرا من فرسان العرب مدججين بالأسلحة تخوضهم امرأة. أين وجهتهم؟ أعتقد أنهم قادمون إلينا، كلهم ملثمون ما عدا المرأة. ملثمون؟ فإذا هم عصبة صقر. أين شاهدتهم؟ قرب الواحة الميتة. الواحة الميتة تبعد عنا مسافة طويلة. قد جئت من طريق آخر أسابق الريح لأصل إليكم لنستعد لمواجهتهم. نستعد لماذا؟ وهل نحن قادرون على مواجهتهم؟ ولماذا لا نواجههم؟ لماذا؟ لأن الحكمة تقول ألا نواجههم. الحكمة يا سرمان. هل هم أكثر من مقاتلين عددا؟ لا، ليسوا أكثر عددا. إذن سنواجههم. إن كانوا من فرسان صقر فالواحد منهم يعادل ثلاثة منا. اجمعوا النساء والأطفال وكل ما هو ثمين، ولنختبئ خلف تلتنا الآمنة. هيا هيا. أهلا بالأيام. أهلا. أهلا بصقر. أهلا بالقائد. توقعت مجيء الأبجر،
قلبه معنا يا صقر. سليمان بن شهاب سيد قبيلة السعديين وفارسها الأول. وتعرفني على سليمان؟ أهلا بك يا صقر. أهلا بسليمان. أهلا. عبادة بن جذيم سيد قبيلة جذيم. أيها المحارب العتيق. كيف أنت يا صقر؟ أهلا بعبادة. أهلا بك. سعد بن حربة سيد قبيلته. أهلا بك أيها القائد. طالت غيبتك يا سعد. أهلا بك. ألم يصل جيش ابن شيبان بعد؟ لقد وصل. رباب العامرية ابنة سيد قبيلة شيبان. يشرفني أن أرى صقرا الذي ملأ صيته الآفاق. ويشرفني أن تكون معنا مقاتلة عربية مثلك. تفضلوا. لماذا نختبئ يا أمه؟ لأن العرب سيهاجموننا. لماذا؟ ماذا فعلنا لهم؟ وهل يحتاج العرب سببا لينقضوا علينا؟ ها نحن نختبئ في جحورنا كالفئران فقط لأن سيد عشيرتنا يخشى على نفسه. لا تظلم ابن آوى يا سرمد، الحكمة أن تنحني للريح القوية. لا ريح أقوى من ريحنا يا هبال، لكنه الجبن، جبن السادة. انظر إليه. أنت تعلم أن الحاكم قد طلب مني قتلك وقتل أخيك الأبجر وسحق قبيلتكم لما فعلتموه بجنوده. وأعلم أنك أبلغته في زيارتك الثانية له أنك قتلتنا وحرقت قبيلتنا. ولكن ما لم تعلم أيها الأيهم، وما لم أكن أعلم، أن الحاكم اكتشف حيلتي. لهذا أوعز لعميل لهم لقتلي بالسم. إذن هو يتوقع الآن أن تكون مقتولا بالسم. فماذا سيفعل لو رآك داخلا عليه بعشرة من المقاتلين؟ الحاكم لن يفعل يا سعد، نبال ورماح جنوده من ستفعل. فإن لم يفعلوا خشية تأليب العرب عليهم واستقبلنا الحاكم ضيوفا عليه، فسنكون ضيوفا تحت حراسة مشددة تمنعنا من الاقتراب ليلا نحو البوابة لفتحها، وإن لم تفتح فلن تتمكن جيوشنا من الدخول. هذا يعني أن خطتك التي أبلغتنا إياها لم تعد تنفع، فلما جمعتنا إذن؟ صقر لم يعلم برغبة الحاكم في قتله إلا بعد خروجنا من القبيلة. نحن هنا من أجل أن نتشاور، إما أن نعود أدراجنا وإما... لا يا صقر، لم نأتي لنعود أدراجنا. وإما فثمة خطة أخرى قد لا تعجب بعضكم وخاصة الأيهم. لا تحكم علينا قبل أن نسمعك يا صقر. الحاكم الذي أرادني حليفا غير رأيه وأرادني ميتا أيها السادة، لأني لم ألبي رغبته في سحق قبيلة الأبجر. هل تريد إبادتنا حقا لتثبت للحاكم حسن نواياك يا صقر؟ شيء من هذا القبيل أيها الأيهم. سأخذك أسيرا معي للحاكم. ماذا؟ تأخذه أسيرا؟ لقد
لقد أثرت فضولي. خطتي أن أخذك معي أسيرا أيها الأيهم، مدعيا بأني دمرت قبيلتكم، وإن سألني الحاكم لما خدعتني في المرة السابقة يا صقر، قلت لم أجد الوقت المناسب لسحقهم أيها الحاكم. ربما سنكسب رضا الحاكم، ولكننا سنخسر الأيهم. الحاكم سيأمر بقتله لمجرد أن يراه. لا يا عبادة، لن يقتله، فخطتي لم تنتهي بعد. أحب ما أسمع منك يا صقر، فأكمل. قبيط، أرسل النساء والأطفال إلى القبيلة، هيا. مهمة من سيدخل معي إلى المحمية ستكون محفوفة بالمخاطر، لهذا أحتاج أفضل مقاتليكم ليكونوا معي. نحن على رأس أفضل مقاتلين أيها القائد. تحدث عن نفسك يا سعد. سندخل معك أيها القائد. أجل يا صقر. وأنا أيضا سأكون معكم. أنت؟ أتريد اختباري أيها القائد؟ على أن تدخلي معنا إلى المحمية فتاة عادية لا مقاتلة، فقد نحتاج ما لا يتوقعونه منك. لك ما تريد. الآن نحن 7 أشخاص بما فينا الأيهم، أي أننا سنبقى 6. أحتاج أيضا إلى 2 آخرين. أخي حنظلة سيكون أحدهما. وسهيل، أقوى مقاتلينا سيكون الثاني. صقر، هل ترغب بإضافة أي شيء أيها الأيهم؟ متى ستضعون السلاسل حول عنقي ويدي؟ عندما نصل مشارف محميتهم أيها الأيهم. إذن أنا في شوق للوصول إلى هناك. أهلا برسول الإمبراطور إلينا. أهلا بك يا سيدي. تفضل. كيف هي حال روما هذه الأيام يا أرجو؟ مترامية الأطراف كعهدها يا سيدي. أجل، إنها تمد أذرعتها في كل الاتجاهات. والشعاب حولكم هي الأكثر دسما. لا يا أرجو، لا، هناك من القبائل العربية من لا تجد ما تقتات به. لا تنسى أن المحل يظل يحوم في الصحراء. أنا لا أتحدث عن تلك القبائل يا سيدي، فنحن نمد يد العون إليها. نحن نمد يد العون لها؟ أنا أتحدث عمن يملكون الذهب والجياد. بدل أن يدفع لنا الإمبراطور يرسل من يأخذ منا. لأنه يعلم حجم الضرائب المفروضة على الناس، ويعلم أن الخير كله يكمن عند العرب الواقعين تحت سيطرتنا. سمعنا أن بعضهم يمتلك كنوزا. كنوزا؟ هل سمعت عن عرب يملكون كنوزا يا كايوس؟ سمعت عن أثريائهم، ولا أدري إن كانت الكنوز سبب ثرائهم. من زودكم بتلك المعلومات؟ تعني من زود إمبراطورنا بها؟ أعتقد أنها معلومات تنقصها الدقة يا أرجو. إلا إن كانوا يعتبرون القلادة والخلاخيل والأساور الذهبية كنزا. إن جمعنا القلائد والخلاخيل والأساور أصبحت كنزا. أصبت يا أرجو، هكذا يتشكل الكنز، ولكن المعضلة في جمعها. سمعت أنكم تخليتم عن عشيرة ابن آوى، هل ما سمعناه صحيح؟
لم نتخلى عنها إلا بعد أن ثبت عجزها عن تقديم أي شيء لنا. لن تصبح عاجزة من ضربة واحدة، سددت لها غدرا. وطالما أنكم تخلصتم من صقر وشراذمه الملثمين، فيجب أن تعيدوا لعشيرة ابن آوى رونقها. إنها رغبة الإمبراطور. رغبة الإمبراطور أمر يا أرجو. إن سيدي الحاكم ينتظر الفرصة المناسبة لكي يختبر فيها جاهزية ابن آوى. فطالما كان ابن آوى ومقاتلوه خير خادم لروما ولسياسة روما. أليس لديكم ما يبهج القلب؟ نحن الثمانية وأسيرنا الأيام، سننطلق إلى محمية الروم في الصباح الباكر. فرسان جيوشنا أو جيشنا الواحد يقبعون في هذا الوادي الذي نحن فيه 3 ليال متتالية. مع أول خيط ظلام في الليلة الرابعة يغادرون الوادي، تاركين جيادهم هنا، ويمضون خفافا متسللين بحذر شديد حتى يصلوا مشارف سور المحمية من جهة بوابتها إلى أقرب نقطة فيها. يرابضون هكذا ساكنين حتى يرون البوابة تفتح، عندها يدخلون بسرعة شديدة وحذر أشد، ونحن نكون بانتظارهم للقيام بهجومنا الشامل. للمرة الأخيرة أوصيكم، لن نقتل من يستسلم منهم، لن ندمر محميتهم كما يفعلون إن تمكنوا من قيامنا. المهم بالنسبة لنا أن نسيطر على الموقف وأن نأخذ الحاكم ومجلس شيوخه أسرى حتى نساوم بهم على حياتنا وعلى حقنا. قلت إن الجيش سينتظر في بطن الوادي 3 أيام. أجل، قلت ذلك. ماذا لو مر بعض الجنود الرومان أثناء تجوالهم في الوادي ورأوا جيشنا الكبير؟ لكنكم رأيتم أن الدخول إلى الوادي أمر بالغ الصعوبة بالنسبة لجيادنا، باستثناء الممر الصغير في الجهة الشمالية. التلال الصخرية تحيط بالوادي من كل جهة، هو وادي مهجور، لهذا يطلقون عليه اسم وادي الخراب، ولهذا اخترته ليكون مخبأ جيشنا للقيام بهذا الهجوم. عدا على أن حراسنا سيحيطون بالوادي من كل جانب ليل نهار. وإن لم تستطيعوا فتح البوابة في الليلة الرابعة؟ في هذه الحالة على الجيش أن يعود أدراجه بسرعة البرق. إن لم تفتح البوابة أيها الأيهم، فهذا يعني أن مكروها حدث لنا ولا يجب أن يحدث لهم. عليهم أن يهبطوا الوادي، يأخذون جيادهم ويرحلون إلى قبائلهم في انتظار فرصة أخرى لا تخيب فيها أمالهم. أرجو ألا تخيب أمالهم وأمالنا. ليجمع كل قائد منكم فرسانه وليشرح لهم خططنا. سأقوم بالمهمة عنك أيها الأيام. درغام، اذهب معه. عملك هو الأصعب أيها الأيام، عملك هو التضحية والبطولة. كل شيء يهون أمام تحقيق النصر، حتى لو قتلني الحاكم. المهم أن تقتحم محميته وتنهو جبروته وطغيانه. قد يعذبك أيها الأيام، ولكنه لن يقتلك، كن واثقا من ذلك. إذ قبلت المهمة استوى الموت والحياة عندي، فلا تقلق لشأني. وإياك أن تضعف أنت أو الآخرون، حتى لو رأيتموه يذبحني يجب أن تمضي بخطتك حتى نهايتها، والبوابة يجب أن تفتح. يا
يجب أن نصل من قطع بيننا وبين الرومان. إن شعر العرب أن عدم الوفاق قائم بيننا تكالبوا علينا وأخرجونا من ديارنا. تقصد تكالبوا علينا وأخرجونا من ديارهم؟ ديارهم، ديار العرب. هل نسيت أن هذه الواحة كانت لعرب ابن فطيم وأننا نحن من طردناهم منها؟ هذه الواحة لم تكن يوما إلا لنا يا هبال، فإن كنت لا تزال تعتبرها لعرب ابن فطيم فخذ عائلتك وارحل عن ديارنا. إنها زلة لسان يا سرمد، لا أظن أن هبال يقصد ما يقول. كنت أستفزك لا أكثر يا سرمد، هذه الديار لنا ولم تكن في يوم من الأيام لغيرنا. ما قلته يحسب عليك يا هبال. هيا هيا يا سرمد لنكمل حديثنا. هيا ألم يبكر في تقييده؟ كيف ستظهر أثار القيود على معصميه وكاحليه؟ يجب أن يصدق الحاكم وكل من يراه أننا جررناه كالشاه من قبيلته حتى محميته. هذا جزء من خطة صقر، ولكن المسافة طويلة بيننا وبينهم. هل ترغب أن تأخذ مكان أخيك؟ أفعل إن قبل صقر. ما زلت متهورا كما عرفتك. أنا المتهور